طب سامعك. ممكن اطلب طلب بس من الاعضاء اللي بيتابعوا حضرتك على البث، اتفضل. عدم توجيه الاسئله المحرجه لحضرتك بما تمس مثلا الانتخابات والمقاطعات والحاجات دي، لان اهو ممكن الحاجه دي تضر حضرتك، فبطلب منهم ان هم عدم توجيه الاسئله المحرجه لحضرتك. سؤالي لك، الله يستر عليك، تضرني في ديني او في دنياي؟ في دنياك طيب، واذا كانت تنفعني في ديني إن شاء الله تنفعك، خلاص، جزاك الله عنا كل خلينا خير. مع الذي ينفعنا في ديننا. بارك الله فيك وحفظك الله. هم الاخوه لا يفرطون، لا يفرزون هنا الاسئله، كل الاسئله امامنا، لكن تتحرك سريعا. فان شاء الله السؤال اللي فيه شيء يخدش الحياء، في طعن من امراه في شان زوجها، عرض زوجها، وزوجي في عرض امراته، هذه تتقى طبعا، لا يصلح لنا ان نذكرها. السلام عليكم. ربنا يبارك فيك يا شيخ. وياك، الله يحفظك.